أنا لم أكن أعرف بأن هذا الأمر ممنوع. إن ممنوع وياي ما أوجي يعني في بلاد الحرمين. يا رجل الدعاء في السعودية في مساجد وجوامع المملكة العربية السعودية ممنوع، وأنا أحلف لك بالله العظيم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا وحال كان كجيا له دانيال هجاري والله إسكو هستو دبعا إنه ميك أب هاي إن كله والله فلنقينا فيديو يرى أنا كجها بإذن الله تعالى سيدا سوكله الشفاء قليتان كجلين يوحي عليه كو أركين فيديو أنا كجها يا سيدا سوكله وقونا الشفاء مرك الله جهد الله يو دبعا و ميل آد أوين ودركيسان هل اسمه ما أهم هل دوخ ما أهم ولا بعثه دوخ يعني أو تربضا أو هل كا وعكويا خيبت خلينك هل كا خيبت عرورته هل كا خيبت نص شذا هل كا خيبت خاطيرته هل كا هل كا هل كا يعني وحكويا لا أنت سو خيبت أما دوخيو أي كويا لا سيدا قال هان أتقى ركيسان ما أبكى كو فيديو أنا كه إن شاء الله تعالى تا سيدا سو كله وح سعودي كجرا إن ممنوع تهاي إن فلسطين لا تدعيه وحن أوجين أصل أهان هبارك إسرائيل لا هبار إنه ممنوع كأها سعودية تاوان أجين لكن دعاء فلسطين أو إمام كل بعض وحري أو وربا أسرع عمري سنة يا إمام جزائري أه أسرع فيديو إنك هاي يعني إمام كي تركي كأها وأنا أرجعني هران وأرجعني إنك استطعم عن فيديو بس عن اللي هو ذاكين مركا حريتان كي كا حريتان كي إمام كان دمبي جزائري كأ يسيد الله قال يوحي لميت كأ أيان بإذن الله تعالى فيديو إنك هاي سيدا سوكله دبعا أرنت أه إني إسرائيل إذا ما ذا وحي ay ku sheegayeen isbitaalka oo ahaa tunelo Hamas inuu ku yaalay wixii la midka ah ilaa ay hadartan eriyooyinka ay galeen khaasatan ilaa waxaan niri wa yaan dhismooyin kala duwan ma arkeen ama ma arkin aydana gadaalan ka fafayn doona bidin Ilaahay Ta'ala ugu horeen waxaan ku bilaabaynaa Ra'iisul Wasaaraha Kanada oo asagana ku soo biiray madaxweynaha Faransiiska hore u diiday arinta Israa'iil ay wado kuna tilmaamay dilida dumarka iyo caruurta iyo waayeelka in haba yaraato sharciyada ay lehen loona baahan yahay Israa'iil inay joojiso asagoo dhahay marka aan shir hal mar videogan even wars have rules hatta dagaalada sharciyey leeyihiin all innocent life is equal nolosha ibn aadanka oo dhan waa ay siman yihiin worth israeli and palestinian israeliinta iyo falastiiniinta sidaas oo kale way siman yihiin dhigooda iyo naftooda yani I urge the government of Israel to exercise maximum restraint إسرائيلين بدن أيام أشياء يا إسرائيلين أي سمايسو تحدرت يعني. is watching on TV on social media we're hearing the testimonies of. أدونكوا إذا دعوانا يا فيديو يدينو أركايا social media لين كاركايا عدمان أركينا أما مرخاتيان أركينا. doctors family members survivors kids who've lost their parents the world is witnessing this. أدونك مرخاتيو كيها أرنتن. killing of women and children of. دليل دا دمر كي عرورته. babies this has to stop. أنت هو إني جوك ساتا. سيدا سوليه. وجو ملحميني فرانسيسك أنتو هذا الكعكو هذلي. أيه ها وحكر راعي وحي العقا. مرك ملغية بقى أسانا جاستن ترودو رئيس الوزراء كندا إنه أسانا كلابتو هدي لوسو جابو اللي نرجن ودفاع دجال ديار ويهين مرو البو أرمها الله جهدلا. مرك كهر أنت عن إمام كإلين تسن يعي إذا ماذا سيدا سوكل سيد أقلين يو وحي كواركين. بل هالمر نينكن أنا دقيسانو يا رجل الدعاء في السعودية في مساجد وجوامع المملكة العربية السعودية ممنوع وأنا أحلف لك بالله العظيم وحوليه دعين كان لقد دعي مساجد وحي لميتك السعودية وممنوع يوليه هاي إلهنا كو قد عرانا يا وأي واحد قف والبا يعني تعرفه في السعودية رح يقول لك نفس الكلام قف والبا تكوت خانة سعودي حداد ويدي حتى سيدانا كوشي يا مجرد الدعاء الدعاء يعني القنوت بعد صلاة العشاء اللهم انصر فلسطين في المساجد والجو كلية دعائنا الدعي سوء بعد صلاة العشاء القنوت وضحظة إله أقرقار غير فلسطين السعودية هذه جريمة يعاقب عليها القانون وجريمة أما ودنبي أو قانون أهان شرعي أهان والغو عقابة أرنتاسي رفع العلم الفلسطيني بنص النظام السعودي لو وضعت علم فلسطين على سيارتك أنت تعتبر مجرم ومجرم هذا الفعل بالنظام السعودي حتى هدي علم فلسطين أتقاده أما قاريقة أتصارته أرنتاسي شرعي أهان سعودية وحتى هاي قف دنبي قلي أما قانونك السعودي كحد قدبي وهذا الكيسة sida soo kale arintan marqaatiye badan ay leedahay horey sida soo kale aan uga hadlay video taqriban waxaan filay laba isbuuc meelaha ka hor marka waxa la ogol yahay laakiin aan ka sii afeefta dabcan imaamka xaramka marka la dhaho waxasi waxa sameey oo khaasatan yaani duca ayman loo sheego duceya inta kale waliba ma ahan maalin walba ama jimco walba ima ahan waa xaalada gaar ah
أما مساجد كله ممنوع وكيه هاي. أوكي إمام كجزائري قال الحري ينين صحفي وأنت أصلاً دم حقيقينا أنت أنا إنتوسين بل هالمر إسرائيليين ته إذا ما دوسي أقلين هالمر أنا إنتوسو فيديو قاسي أصلاً محير آذو مهم وكيه هاي. أو إسكان براي كورنيل أنا هو يريد دبعا وارنينك أنت بدن كل حاجة أمم لنا يا مسوي سميهن هجاري ما أخان كل جوناثان أيار ده سجنا إن بدن وجهي سأرجنا مركز سبيتالك أكتي سو تاعين هاي وحلي هاي أقولنا هذا الأرضي دونا كوفا سير دونا أوفيرس وحلي دونا. وحنا تسوي وان قلنا وحنا سمينا هل فيديو هل دوبيت أيان سمينا سافت أولي هاي وكسرنا وريبا. ما يو يري ما إديت قرينا إنه هل شوت أيان سمينا هل مرة ندوبه إنه سافت أمور شيء دوانا. وحي أنا كأرجع نقوده هاي سبيتال كأمين كتو سينا يري. وسي قرايا مركا. MRI gamesha yani scan ka ayaan ku dhex jinaa wiil hadii tan gudahan dabcan ay ku jiraan a few hours ago and we have cleared saacad ka hor ayaan soo galnay wiil waa markii ay galeen muddo kadib yani marka saacad ka hor afkiisa uu ka qarinay wayaan nacam muhalaliinta badan kooda oo videogan ka hadlay waxyaalo badan ay bushiyeen iyo xataa hubkay arkeen ama ay dabcan la tusi doonaan sida ay hadal xogaa aan si shido make sure that it's safe and a few of the most interesting things that we have found totally confirmed without any doubt waxaan aragnay oo la yaab kala waa in tusi doonaa wiil aydoon shaki ku jirin that Hamas systematically uses hospitals in their military operations in Hamas ay isticmaasho areadan military ahaan ay u isticmaasho in violation of international law aydoo jabinaysa sharciyada adduunka almuhim hal mar aan ka dhaxgalo way u dhahay aydoona edit gareyn hal video oo aan hal mar duubnay aan tusay maxuu raama taqaana videogii hore ee hagaari oo halkan ka dhaawacnaa dabcan ayaa la isku qabsaday bushiyo badan email badan lagu qabsaday waxa la yiri videoga aan soo edit gareysan xataa luqadda carabiga ahayd ee maalmaha sabtida xad iyo aad ku tilmaanteen magacyo aad ku tilmaan almuhim videogaasi fashil badan oo keenay marka videogaasi maadaama dhibaatooyin badan dabcan oo ka soo gaaray ayaa arintan wuxuu isku dayayaa hal mar aan duubayna ma edit gareynayno oo isbriyeelaaya marka aan video sii shido waxaan soo aragnay marka almuhim codkan xireyna hadirtan maxay loo inaad tusi doonaa un muhiimadda meeshan ayo inaad tusay hadirtan dabcan ha cafan meeshan aan furo aad muhiim u tahay aan ku soo celiyana dabcan hadda marka fiiri have been obstructed all of the security cameras are covered and this isn't the only one wuxuu leeyahay marka jaa waxyaalahan in tusaayo waa arimo idin ka yaabin dool u leeyahay almuhim waxa in tusaayo marka kamero oo kor ku xiran waliba halka kamero ma aha loo leeyahay kamerooyin badan oo sharooto lagu xiray almuhim videoga commentiisa marka aad gasho midka telegraph ay soo daysay midka ayaga ay soo daayeen kulli marka aad gasho waa lagu qosay waxa la leeyahay adinka sameey dadka dhahaaya shacabka You'll see the rest of them here. Ah, halkaan ku arkaysan u leeyahay. And we will see the MRI center. Meesha hadda galaya meesha kale. Almuhim waa ka soo socdaa hadirtan. Wuxuu galaya MRI ga meesha oo marka scan-ka. Hadda ugu meeshan waa qayb ka mid ah isbitaalka. Gaar ahaan isbitaalka san sawirka idin ka tusay halka dhismaha jira halka kale dhismaha jira way kala fog yihiin baarkina uu leeyahay waa adiga adduun dhan yacni xaafad dhan taqriiban isbitaalada waa sidaa dabcane dhinacan marka waa MRI areadiisa arrinta lagu qabsaday isla hadirtan oo jirta waxay tahay meeshaan arkaysaan halkan wuxuu ka soo saari doonaa boorso qoryo ay ku jiraan xamaas hub ayaa ugu jira uu leeyahay uu soo dhabaynayaa waxaa arkaysaan marka waa hubka xamaas uu leeyahay waxyaalaha lagu qabsaday khaasatan dad badan oo arrintan ka hadlay ama commentiya ka bixiyay waxay dhaheen MRI-ga asaga dhan badanaa wuxuu ka samaysay magnet yacni bir qabatooyin iyo wixii lamidka ah marka bir lagumaba dhabeyn karaba allahuma inuu hadda areada MRI-ga uu hallaysan yahay iyo wixii lamidka ah marka inaad qoryaha arrinka aad dhigtan waa iska caddahay ayay dadka badankiisa leeyihiin bambooyin ayuu hadda inuu tusaayo xataa ku jira boorsadaasi halkaas si loogu qariyay dhinacaasna boorsaa ku jirta leeyahay laptop waan helnay sidaas oo kale
كابونا توشي دونا بورسوين كابونا توشي دونا اوكي بورسا كرويان تنا MRI ماشين كراشي لو قريو ليا ستانا هل كان مركا It seems as if there's no real shortage because there's a lot of equipment here. Halkan wuxuu nafinaya oo diidaya ama uradinaya oo leeyahay wax ka jir malahan dhaqaatiirta isbitaalka markay dhahayeen ama iska furatan kana iska dhigo dhaqaatiirta isbitaalka ilaa waxay dhahayeen waxba nagu yaray kada markuu wuxuu leeyahay wax ka jir malahan dad qaar kiis wuxuu leeyahay marka arinta aan tusaysan ama daweynkan dhaqaatiirta ma dhihin dhaqaatiirta waxay sheegeen biyo iyo cuntadii iyo korontadii shidaalka dabcan inay meesha ka dhamaadeen ay sheegeen almuhim waxayna tusaya كاميرا كره هذا اوكي شروط مدو ايا لو خيلو ليهي halkan waxaanu tusayaa hub halkan waxaanu ku aragnay leeyahay ama ciidamada ay ku arkeen waa aakayaal badan Hamas ma isha isticmaasho leeyahay marka waxaanu u yaalan isbitaal arinta macquul ma ah leeyahay Hamas isticmaasho almuhim boorsooyin ku jiraan sidaas oo kale sida ahaataba inta تحليلين انت خبراء ايه كهذا شيء حتى الجزيرة ايه هيا اوكادي ان شاء الله تعالى فيديو وغيره ايضو انت ادي ديسا ايصابت او دي ديسو وحانا واي اسبتالكي قوديه ساي MRI مشينكي دخاتير تا اسبتال كان وحي حقيجيان قيبتان وردن اني بربوريان عيدة مدى اسرائيل دختاركي اسبتالكا اقوينا اي مديركا كاها ايا سيدا شيغا ايا هذا الكيغا ماهان وحو يلي ميل على ماشي صوغلين meelay fiirooyinka ka bixiyaan meelay burburiyaan MRI ga si hadda mashiinka sidaas oo kale nacam gadaashii warkaysa maxay waxay raadinayaan tunnelkay ayaga sheegeen ay raadinayaan laakiin qaybtan illa hadirsan kama inaan arkin waxay raadinayeen halkana boorsan oo ina tusaya boorsan waxa ku jira leeyahay marka hub oo aan ka bixinay iyo koobad oo aan tusi doonaa sidaas oo kale okay halkan aan ka aragno leeyahay macnaha waa kana mid arag gixiso Hamas kamid ah wato leeyahay arintan macna waa jacket iyo kobo iyo almuhiim waa darkaysan inta kale waa sidaan oo kale dabcan waxaan hal mar aadeynaa hadalka Al Jazeera intaanan wax kale u gudbinba التي بثها الإسرائيليون حقيقة اليوم تبين أن المعلومات الاستخباراتية على ما يبدو ليست دقيقة لأننا مركز لفيري وحي إسرائيل أين تسان لهذا هي معلومات كاستخبارات كإسرائيل هيستين وحي أهيد إنه دقيقة أهين مد يعني سحان إنه أهين رأينا حقيبة رأينا غطاء عليه سلاح أو إثنان لم نرى مخازن لم نرى مراكز لقيادة وتحكم ما أنا أركن مخازن هو بلغو كيبي أي مراكز أي حماس ليه ما أنا أركن للمقاتلين من حماس ولم نرى أيضا حتى ما أركن حالة من عدم الراحة من الاقتراب إلى ما زعم الإسرائيليون بأنه تم إيجاده داخل المستشفى بل على العكس كانت هناك راحة تامة في حتى ما أركن أيوة تحدر أيوة ما ما دام حماس إيو لغتهم أي أما إدهان سلقوا ذاكو يا الله إنه يسي أبخ بخانو إس إلاليانو أي أهيد وحن أركي يسير راحاء إن يكون قرائين ماشا تحرك من مكان إلى آخر هلكن آدي هلكن آدي كانت هناك راحة تامة عادة سعادية مثل هذه العمليات الخاصة يتم بداية إرسال روبوت أو هل غلوان وكل مركز اللي سمعين أي ميل آد كتهم يسعدوا وغاد إنه سلقوا يهي waxa hatta laga hormariyay leedahay dabcan ayadoo la shakiisan yahay robodiyal iska hormariyay oo wixii la midka ah laakiin ma aan arkin tabe li wahda khaasa btafkik almutafajjirat sidi wax kala hadhay wixii la midka ah almuhim aljazeera anta wayn nafisay intan imaamki suuudiga ducada darteeda loogu xiray iyo sababta loo xiray wixii dhacay intan idin tusin bal hal mar video aan sidaas oo kale aan aadno hamas تستخدم مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة لاحتجاز أسرع عملية طوفان الأقصى إذا ما كان يفعل ذلك أثار مركة هجاري طبعا نتوساي ويري حماسة ماشان أو استعماش يعني مستشفى أما إسبيتال كان أو نتوساي وجود جرح على جبهتي فضول المتابعين وجه معناه وحكا جاية اللي طبعا لاوع تساءل كثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي عن سبب هذا الجرح يعني صارت لاوعا إلا هداي لما أركن haddii hata lacal ay dhacday markii shirka jaraa'id oo qabanayay arintan kadib waxa la arkay meesho normal ah waxba aan ku oolin muhaawalati ta'kid zahmi wa muhaawalati ikhfa'i ba'da dhalik bi masahiq at-tajmeel kama yabdu fi mu'tamar as-sahafi alladhi aqamahu ba'da hadha al-video
المهم حولية هي حدرتنا وان أرقنا أسوأ طبعا لا وان سماهن وانا صور كان حدا كنت صو فيديو قا كله كيف هلا نقص بندقني هل كاسات كاركيسان وح أمه قتلوا ليه مرك وريهن إن أو يه ميك أب أو مرصدي محل الشركة جرائد مركن كذب أو قبتي أسوأ ماشة جو وكوفي أنا وضنين وح الأركا هي هباي راتي وح لابع إنه هل كاسي كلهن أوكي وح نكون حجينا مرك إمام كي أو أرنتي حريتان كي سبب الله حريك كحد لايا أنني احتجزت في مدينة رسول الله مقالدي رسولك صلى الله عليه وسلم لأكثر من 6 ساعات لحساع بسبب الدعاء لإخواني في فلسطين ولا لهن إمام دعي درتيبة وكنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة نجوة صلى الله عليه وسلم أرفت الهاتف تلفنا صلى باش ندعي نفسي نفس اللي أدعي والإخواني بعد ما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت وانكسر بحاجة سلمت على رسول الله رسول كان سلامي ثم خرجت أرفت الهاتف كالعادة نشارك إخواني لحظات طيبة ندعي لهم فاغتنمت الفرصة فرصتي أنك فايدي سنة لأدعو لإخواني سيانو أدعو لهيك الضعفاء وإمام الجزائرية المظلومين الضعفاء مستشفيات دمرت مساجد فجرت أطفال صغار قتلت ذبحت يعني أنا يستدعي منا ميا رد على النووي إن وحنا ضن يعني إلى الدعاء إن أدعي إنه يعني ما نقدروش ندعو ندعي لما ودنا ميا وندعو في أشرف المناطق وأشرف الأماكن ميرها وفي عن حتى يؤمن الناس على دعائنا سيدتك أي آمن ووضحان هذا أمر هذا إجرام واحد بالمية أنا لم أكن أعرف بأن هذا الأمر ممنوع إن ممنوع بها ما أوقي يعني في بلاد الحرمين السعودية ما إن أكملت الدعاء إلى أن يلتف حول العساكر عسكر أي حريري سيد فبدأ يعني بدأوا يعني الاتصالات وكذا تعرف أنا يدري المركبة نحو مني الهاتف تعرفك إيه خالد قلت لهم ما غير الخير وش كاين ما الذي جرى ما العي فقال لك يقول هان الفيديو اللي درته الآن فيديو قاعد أسوق لي سيد اللهم انصر إخواننا المستضعفين ولا هي ونعود عنا فلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم انت ولم أتكلم لا على النظام ولا على أنا خاطيني هذا صوالح وأنتم تعرفونني جيدا أنا خاطيني السياسة وخاطيني كامل بكي سؤال الله الله السياسة كما هذا يعني يعلمت كواني تخانان صدقوني بالله من 5 مساء شنطة قلب وأنا محتجز من مركز إلى مركز ميل بميل الله وضي الأمن العام وزارة الداخلية يلقي حتى وزارة الداخلية قدها فقلت لهم يعني قلت لهم بالله عليكم أنا الآن ضيف من ضيوف الرحمن أنا ضيف عندكم من الجزء مرتي ذا إلهي أيان أهي جزائران إذن كأميد أو ألجيريا جزائر وأنا من أهل القرآن خير قرآن أنا أهي دبعا إمام كان يكفيكم أن تقولوا لي هذا الأمر ممنوع وحا إذن كفل لدينا ده أرنتا ممنوع مباشرة حذف الفيديو أنا الفيديو وأنك صاري لها أقسم لكم بالله إلها أنك دارنا إذن كدارنا 6 ساعات وأنا محتاج لح ساعة من أجل الدعاء كري الدعاء أدعيه ثانيا أتشرف ولكامل الشرف أنني احتجزت في مدينة رسول الله لأكثر من 6 ساعات بسبب الدعاء لإخواني في فلسطين. المهم إسم فيديو خيبتي سدنبوي يعني حير فيديو آذو ديرا وكفى فحين أي المهم حول لي وحا شرفي إن مقالدي رسولك عليه الصلاة والسلام يقول حري أنا وأدعينا ولا ليه فلسطين سعيفي كان عمرك أنت كالله ما كان اليومين 3 اللي فاتوا انتشرت أخبار كثيرة جدا إن المملكة العربية السعودية اعتقلت إمام جزائري في المسجد النبوي لأنه كان بيدعي لغزة وفلسطين وبيصور فيديو ونشر الفيديو فعلا وهو داخل المسجد النبوي قامت الدنيا وما قعدتش المهم حكاها الله يا إمامك هدرتان هدلاي إن لوحر المدينة طبعا أسوأ الدعي سنايا أم أدعينا إلى وراء هنا فلسطين كلها عادة تتكلم إزاي المملكة العربية السعودية بتعتقل إمام جزائري الإمام نفسه نشر فيديو مالك أرنتها سيدتك آذي قليا بين سيدة سعودية دعاء فلسطين لو قد عينا يدعون أودي ليسا مواقع كثيرة جداً من السعودية اعتقلت إمام جزائري وأحدث حالة من الغضب الشديد عرب أنا أنت أنا إيه لسي إزاي يا جماعة المملكة العربية السعودية تعتقل إمام بس بيدعي لغزة وفلسطين بعدها بكام يوم أنت أيضا ولا ليه بيه ويريدتك إسويدينا عن سيدة سعودية أو دعاء فلسطين وأودي ليا أيام ونكذب إمام تركي اسمه مصطفى إيفا ونشرت مواقع تركيا كتيرة جدا صور لي وفيديو هو بيحكي انه محتجز في الحرم المكي ومتصور صورة ورجليه مربوطة بالسلاسل ليه يا عمي لانه هو كان بيدعي لغزة وفلسطين امام كلو تركيا اساقا طبعا واركي فيديو جيساس ايا اساقا مركي الدنباء لا اركي اساقا مكان لغو حري كان مدينو اها كان مكان لغو حري سيدي اها تبحالة دماشا سيما ليسا وحانا هدرتان طبعا انت ان هذا الفيديو قدوه وحا صور دعايا
إن إسبتالك قيبتي أي كجلين إذا ما إسرائيل ما هنا قيب كله أو اسمين كله حدنا إن حد عدنا أن هذا أيوه سأذكر لك أسكار كيسان واقتحام مجمع الشفاء قيبت كونفر إن كسر جلين خبر كوعد هرتي إن عوقي كسر جلين سداسي أي طبعا سرتي أما اسمها ذكر كيسان أوجلين حدنا واسمك كله مركا كل حالة نحدين إرفاد بدن أيوه أريمة بدن أجله سيدا سوكر ما أنت غزة روب يرى كده أي أو دتك يكون دير سدان وهو وحن إري إن بدنا كسر العلنا تاريخا قرينا هذا لذا أما فيديو إذا وحن وجهل إنه تاريخا دعيسة وإن بريتو هدي أن نولنا هي هدان لما ربا إنه خذان كيد ومضى مسلمين تويا له سيدا درت هذا الجوجي ده هذا يكسر بريد ده هذا قيمين هذا فيديو ده وحين نويه لما بلا ذا نوع عن وكلاء تاريخا إنه وذا قرني أجر كذا الله بإذن الله تعالى سيدا السكر وحنا إلا وين أن أتقوم هالعينا ورا الله سبسكرايب كنوا فلو كنوا وادم هالسنتين الله يذن بركيو ورا الله كلا يدب عن الدعوة أن ولي لكن نوصل بيرن وحلينا نوصل بير الله يذن بركيو وأن تاريخنا وذخرنا وجزاكم الله تعالى خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.